ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيستر فردوس هاو ار يو؟ ذيس از رام خطيب ركن استشار اند ذيس از يور بلان فور ذيس مانث. ان شاء الله كان الرسالة سورة الحديد. فروم سورة الحديد. ليسن تو مي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Thank you sister for those of you listening and see inshallah next class. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله.